فرق لا لا او منتخبات لا 9 على 16 فصراحه حاجه كويسه. لا برافو. طب نور برضو نفس الكلام، ليه البدل؟ يعني انت برضو كنت بتلعب تنس؟ كنت بلعب تنس لغايه مثلا من سنتين، بس البادل قريبه قوي من التنس. صحيح. فاللي بيحب التنس قوي هيعرف يلعب بادل بسهوله ويتعلمه بسهوله، يعني احسن ناس في البادل كلها لعيبه التنس. فدي حاجه بتبقى مرتبطه بين اللعبتين يعني. طب انت في التنس كنت وصلتي مثلا يعني لرانك كويس؟ كنت وصلتي لحاجه أنا ولا؟ انا كنت وصلت الاول 3 على مصر ولعبت شمال افريقيا. ايه ده؟ يعني انت جايه من التنس يعني جايه بطله. الحمد لله. يعني تالت على مصر وصلت رانك، ده برضو صعبه في التنس الارضي جدا مع مع العدد الكبير اللي بيلعبوا. بس كان ترانسفير صعب قوي ان انت تتنقلي من يعني فكره مجنونه. هي بصراحه بس انا اللي حسيتها ألذ، وانا اديت كل حاجه للتنس وسافرت وعملت كل حاجه، فحسيت ان انا ممكن يبقى لي فرصه برضو كبيره في البادل يعني. طيب يعني بتتمرني فين؟ الملعب اللي بتحبي تتمرني عليه، او شفت اللعبه فين؟ يعني علاقتك بالبادل بدات في اي مكان؟ والله هي انا اصلا من نادي سبورتنج، هي علاقتي بدات صدفه يعني. انا كنت معديه فكذا حد بيلعبوا، قالوا لي نور انت لعبتي تنس تالي هتبقي جامده قوي وبتاع. ده كان ملعب في سبورتنج؟ في سبورتنج. تمام. ودخلت لعبت معاهم؟ دخلت لعبت معاهم ولقوني كويسه. وبعد كده قطعتهم، فرحت لعبت بقى بطوله في القاهره وكده واتشافت وبتاع، فقالوا لي كملي يعني انت عندك بوتنشال وبتاع في البادل. طيب حلو. احنا عشان